وعندنا طاجن او بايركس او صينيه فاصوليا خضراء بالريش الضاني. عندي نعملها شويه رز بالشعريه. لو في عندك شويه تاني هاتوا مش مشكله. ريش ضاني يعني عندي رز وعندي ريش ضاني وبصل وتوم وكزبره وطماطم شبت كزبره ناشفه وزبده ملح وفلفل وفلفل حار كمون ورق لورو كرفس ومرق وحبه هنا. طيب الفاصوليا الخضراء دي حقها مهضوم عندنا ما احناش بنشتغل فيها كتير، ولكن هي من ضمن الالياف الحلوه اللي بتخش جسم الانسان بتنعنشه وتفرفشه وتبقى حلوه قوي. كده هنبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. برضو نعمل ايه؟ نحط الزبده بتاعتنا كده وانزل بسرعه بسرعه عندي عشان البصل عشان زبدتي ما تاكسدش. عايز اكنه ابقى فريش كده اهي. وادي التوم زي ما حضراتكم شايفين حطينا الزبده مع البصل مع التوم. حبه الشبت لما بحطهم في الاكل بينعنشوا الاكل معايا بينعنشوه. مين يا فندم؟ يا عم احمد سلام عليكم. احمد رشاد. اهلا يا عم احمد رشاد. امورني يا عم احمد رشاد. نحط شويه من الخليط ده بس مش كتير مش كتير. وادي كمان حته زبده صغيره في الزبده والبصل والثوم ده. ادي كرفس ادي فلفل حار ادي صامديل شبت يعني وادي الفاصوليا بتاعتي اهي. يا سلام مش عايز اقطعها اكتر من اقل من كده اهي. شاب بقى الجمال يا باشا اهي. الله اهو مع البصلية برضو والتوماية نعمل لها صدمة. كده اهو ما اقلبهاش. نصلي على الحبيب. ورق لورو حبهان ادي كزبره ناشفه وكمون خليها تشتغل براحتها. ودي بنحمرها مع البصله والتومه وكده. ادي طماطم بوريه طماطم فريش. ليه بعمل الحاجتين على طاستين يا جماعه؟ عشان يبقى فيها طعم وتاخد حقها في سواها ويبقى شخصيتها عاليه زي ما بقول لي في المخ. تبقاش ايه متهانه في حقها. كده نتبل. ادي حبه الملح حبه الفلفل وادي الفاصوليا الخضراء الجميله بتاعتي اهي. عايزها تغلي براحتها. الله 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 يا ست سلمى يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. بص بعينك وارحم بقلبك.